هيدي المي مش كتير بعيدة عن هيدي المي، وهيدي المي مش كتير بعيدة عن هيدي المي. مع تفشي الكوليرا ركز الإعلام اللبناني على أنه الحالة الأولى مصدرها لاجئ سوري، ومن بعدها اختصروا هالمعلومة للتحريض على فئتين، اللاجئين والفقراء. حولوا الكوليرا لوباء شخصي بيستهدف جنسية محددة وطبقة محددة ومسؤول عنه الفرد، من دون ذكر مصدر المي المتوفرة للاستخدام الفردي والجماعي وطبيعة هالمي. مهم نعرف أنه بعد الحالة الأولى انتشر الكوليرا من شمال لبنان لجنوبه ب 16 يوم بس. كانت الأرضية جاهزة سلف بسبب تلوث شبكة المي يلي ناطرة بس أصغر بكتيريا. مع تزايد حالات الكوليرا قررت الدولة عبر وزارة الصحة أنه تواجه الوباء بالتلقيح. تقريباً 500 ألف مقيم تلقى اللقاح خلال أول شهرين من تفشي الكوليرا. هالخطوة بتعالج الوباء من آخره مش من أوله، وفوائدها محدودة إذا ما ترافقت مع جهد وزارة الأشغال أو وزارة الطاقة لحل مصدر المشكلة. عم نحكي عن 92% من مجاري الصرف الصحي يلي بتنكب المجاري الطبيعية مباشرة من دون أي معالجة. مجاري الصرف الصحي بتضم بشكل أساسي أوساخ التجمعات السكنية، بس كمان بتضم أوساخ مصانع، من مصانع حديد لمصانع جلد ومدابخ. والأخطر إنه هالمجاري ممكن تضم أوساخ طبية تحتوي على مواد مسرطنة أو مشعة، أو بالظرف الحالي ممكن تضم الكوليرا نفسها. مثلاً على الحوض الأعلى لنهر الليطاني بس في 18 مستشفى بتحول صرف الصحة ونفاياتها السائلة على شبكة الصرف الصحي مباشرة من دون أي معالجة أولية أو تعقيم. بلبنان في 166 محطة لتكرير مياه الصرف الصحي، بس العدد الأكبر منها خارج الخدمة، أو لأنه ما انتهى تجهيزها، أو ما حدا تابع صيانتها واهترت مع الوقت، أو تعرضت لتخريب من قبل مافيات الصهاريج. وبصرف النظر عن عدد المحطات، 42% من البيوت مش موصولة أساساً على أي شبكة صرف صحي، بتتخلص من أوساخها مباشرة بالجداول والأنهر أو بجوار صرف صحي يلي قليلتها تتفرغ، فبيتسرب وسخها على المي الجوفية. إهمال شبكات الصرف الصحي بيعطب كل دورة المي بالبلد. بال2018 نشرت مجموعة من الباحثين أول دراسة تقييمية لوضع مي الأنهر بلبنان. 73% من العينات كانت غير صالحة للري، و31% منها غير صالحة للاستخدام الترفيهي بسبب تخطي المعدل المسموح فيه دولياً لجرثومة الإيكولاي. هالجرثومة موجودة بنسبة محددة بجسم الإنسان، بس استهلاكها بنسب عالية ممكن يسبب حالات تسمم، خاصة عند الأولاد والكبار بالعمر. وجودها بالماء بكثرة دليل على وجود مجرير قريبة أو أوساخ حيوانية. العينات كانت نظيفة بمنبع الأنهر، بس صارت تتلوث تدريجياً كل ما تنزل، كل ما تمرق حد قرى وتجمعات سكنية، كل ما ينشبك عليها مجرور، كل ما تقطع حد مكب للنفايات أو مصنع أو مستشفى، لحد ما توصل على البحر كمي غير صالحة لأي نشاط. نهر الليطاني وحده اللي هو أهم مصدر لري المزروعات بلبنان بيصب فيه 47 مليون متر مكعب من المجرير سنوياً. نهر ميته غير صالحة للري، يعني مزروعات غير صالحة للاستهلاك، عدا عن الضرر البيئي على الثروة النهرية. بال2020 استكملت الدراسة الأولى وصار تقييم لمي البحر بلبنان. المشكلة مش بس بدرجة التلوث، بس كمان بنوع التلوث. البحر بيستقبل مي الأنهر ومجاري المدن الساحلية وعصارة المكبات الساحلية وملوثات أخرى. أكدت الدراسة أنه 40% من العينات فيها نوع من الإيكولاي يلي مع الوقت طور مناعة على معظم المضادات الحيوية، تدريجياً عم بتزيد حالات التسمم وعم تصعب فرص الطبابة. تلوث الأنهر والبحر تخطى المي نفسه وصار موصول بكل شيء بتوصل له هالمي. بآخر سنتين ارتفع عدد البلاد يلي منعت استيراد أنواع خضرة وفواكه من لبنان لأنه كانت ملوثة أكثر من اللازم، من جهة بسبب المبيدات، بس من جهة بسبب المي. صحيح الكوليرا جديدة على البلد بالقرن الـ 21، بس التلوث مش جديد. عدة دراسات توقعتها من قبل، وعدة هيئات حذرت من زمان، من 2015 والـ 2017 والـ 2018 بالشارع وعلى الورق. ورغم تخصيص مجلس النواب مبالغ كبيرة لمسألة تلوث المي، ضاع الموضوع بمغارة التعهدات والتلزيمات وعدم التنفيذ أو عدم المتابعة مثل كل شيء بلبنان. تلقيح ما بيكفي لاحتواء الوباء، المطلوب اليوم تفعيل معامل التكرير، المطلوب فصل مجاري المستشفيات عن مجاري التجمعات السكنية، المطلوب التنسيق مع المزارعين لتجنب استخدام المي الملوثة أو معالجة مصدرها، المطلوب تفعيل الرقابة على التعديات، والمطلوب تحديث البنى التحتية للمخيمات والمناطق المهمشة، ووصولاً للتوعية على مستوى الأفراد. لأنه إذا الدولة ما حطت خطة شاملة لمواجهة التلوث ونفذتها، رح يضل الكوليرا وغير الكوليرا لو قد ما صوبنا إيدينا.